إدريس كروان، مادة العلوم الفيزيائية، حصة اليوم توازن جسم تحت تأثير قوتين. بداية لا بأس أن نذكر ببعض المعارف القبلية. من يذكرنا بمميزات القوة؟ مميزات القوة هي أربعة مميزات، وهي نقطة تأثير، خط تأثير، المنحة والشدة. أو إلى كم تصنف القوى؟ تصنف التأثيرات الميكانيكية إلى صنفين، قوة تماس وقوة عن بعد. ثم رأينا كيف تمثل القوة؟ لماذا نمثل القوة؟ نمثل القوة بواسطة سهم، حيث أن أصل السهم يمثل نقطة التأثير، واتجاه متجهة القوة مطابق لاتجاه، واتجاه السهم مطابق لاتجاه متجهة القوة. اتجاه القوة ومنحى السهم يطابق منحى مفعول القوة، وشدة السهم وطول السهم يتناسب مع شدة القوة حسب سلم معين. الآن سنمر إلى نشاط آخر يوضح لنا أجسام، نتعرف على من الجسم الذي يوجد في حالة توازن ممن يوجد في حالة حركة. اختلف زملاؤك داخل الفصل في تحديد الأجسام التي توجد في حالة توازن بين الأجسام التالية. التعليمة: ساعد زملائك على تحديد في أي حالة يمكن لجسم المدروس أن يكون في حالة توازن، معلل الجواب. كم من جسم عندنا؟ أربعة أجسام. يجيب يعني السؤال. حالة الجسم A حركة، لأن الجسم في تأثير قوتين لهما نفس المنحة. الجسم B توازن، لأن الجسم تحت تأثير قوتين لهما منحيان متعاكسان. وجسم C أيضا حالته في توازن، وهو أيضا الجسم تحت تأثير قوتين لهما منحيان متعاكسان. الجسم D حالته توازن أيضا، والجسم D تحت تأثير قوتين لهما منحيان متعاكسان. هل تتفقون مع هذه الأجوبة أم هناك اقتراحات أخرى؟ هناك اقتراح آخر. الجسم A حالته في حركة، لأن الجسم تحت تأثير قوتين لهما نفس المنحة. الجسم B حالته توازن، لأن الجسم تحت تأثير قوتين لهما نفس خط التأثير ومنحيان متعاكسان. نفس الشيء لجسم C توازن، لأن الجسم تحت تأثير قوتين لهما نفس خط التأثير ومنحيان متعاكسان. أما للجسم D فهو حركة، لأن الجسم تحت تأثير قوتين لهم ليس لهما نفس خط التأثير. هناك أن نكتفي بهذه الأجوبة أم هناك اقتراحات أخرى؟ هناك جواب آخر. نعم، الصورة. لدينا الجسم A حركة، لأن الجسم تحت تأثير قوتين لهما نفس المنحة. الجسم B حالته توازن، لأن الجسم تحت تأثير قوتين لهما نفس الشدة منحيان متعاكسان ونفس خط التأثير. الجسم C حالته حركة، لأن الجسم تحت تأثير قوتين لهما نفس خط التأثير ومنحيان متعاكسان، لكن ليس لهما نفس الشدة. الجسم D حالته حركة، لأن الجسم تحت تأثير قوتين لهما نفس الشدة ومنحيان متعاكسان، لكن ليس لهما نفس خط التأثير. Thank you.
لدينا ثلاث جداول تتضمن أجوبة مختلفة. من أجل ذلك سوف نحلل كل جدول على حدة. بالنسبة للجدول الأول، من يحدد لنا الأجوبة الخاطئة ويعللها؟ حماوي. في الجواب الأول، اعتبر الجسم A في حالة حركة، لأن القوتان لهما نفس المنحة، وهذا صحيح لأن شرط من شروط التوازن اختل وهو المنحة. بالنسبة للجسم B تم اعتباره في توازن لأن القوتان لهما منحيان متعاكسان، لكن لم يشاروا إلى نفس خط التأثير ونفس الشدة. أما بالنسبة للجسم C فقد اعتبر في توازن لأن الجسم تحت تأثير قوتين لهما منحيان متعاكسان، وهذا خاطئ لأنهما لم يأخذوا بعين الاعتبار شدة كل قوة. بالنسبة للجسم D تم اعتباره في توازن وجوابهم خاطئ، لأن القوتين رغم أن المنحيان متعاكسان فليس لهما نفس خط التأثير. خطأ بالنسبة للجسم D، كذلك الجسم C. بالنسبة للجواب الثاني، بالنسبة للجسم B في توازن لأن القوتين لهما نفس خط التأثير ومنحيان متعاكسان، هذا صحيح لكنهم لم يشيروا إلى الشدة. توازن صحيح لكن في التعليل هناك نقص. نعم. بالنسبة للجسم C تم اعتباره في توازن، إجابة خاطئة، لأن القوتان رغم أن لهما منحيان متعاكسان ونفس خط التأثير فليست لهما نفس الشدة. بالنسبة للجسم D هو في حركة صحيح، لأن القوتين ليس لهما نفس خط التأثير لأن شرط من شروط التوازن اختل. بالنسبة لي هنا نستنتج أن المجموعة الثالثة جوابها صحيح. أجوبة كانت صحيحة. كخلاصة من هذا النشاط، من يقرأ الحصيلة؟ رشيدي. يكون جسم في حالة توازن تحت تأثير قوتين إذا كان لهاتين القوتين نفس خط تأثير نفس شدة من حياة متعاكسان. سوف نمر إلى تمرين تطبيقي لهذه الفقرة. سقط عنكبوت من سقف غرفة لكنه بقي معلقا بخيطه. السؤال الأول، أشرة القوى المطبقة على العنكبوت. السؤال الثاني، حدد حالة العنكبوت، حالة حركة أو حالة سكون، في كل وضع معلل جواب. نمر للإجابة عن التمرين. بالنسبة للسؤال الأول، نداوي إن جود القوى المطبقة على العنكبوت. كما نلاحظ في الصورة أن المجموعة المدروسة هي العنكبوت. قوة تماس ما بين الخيط والعنكبوت. تأثير. تأثير تماس. قوة F. تأثير عن بعد. وزن العنكبوت. القوة B. بالنسبة لتحديد حالة العنكبوت في حالة حركة أو حالة توازن، نجي عن السؤال التالي. لدراسة حالة توازن أو حركة السكون، حالة توازن أو حركة العنكبوت نعتمد على الرسم. في الوضع الأول نلاحظ أن العنكبوت تحت تأثير قوتين ليس لهما نفس خط التأثير، إذن العنكبوت في الوضع الأول في حالة حركة سد، لأن القوتان B و F ليس لهما نفس خط تأثير. في الوضع الثاني، القوة F والقوة B لهما نفس خط التأثير ومنحيان متعاكسان، و
نفس الشدة، لأن قياس طول السهمان متساوي، يعني العنكبوت في حالة توازن. القوتان F و P لهما نفس خط التأثير، منحيان متعاكسان. ونفس الشدة. إذن العنكبوت في حالة توازن. إذن بهذا نكون قد أنهينا التمرين التطبيقي، وسنمر إلى تمارين وأنشطة تقويمية أخرى في المرحلة الموالية.